دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بلجان لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بمحافظتي دمياط والغربية. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري خاصة لكبار السن وذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية بدفع لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين. وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها المحافظة اهتماماً بالغاً. وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك لكونهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام. حاجة مشرفة جدا والله، وإحنا بنشكركم جدا لأن أنتوا عاملين لهم بصراحة كل سبل الراحة. يعني كل حاجة فعلا كانت متسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة ان الواحد فعلا يبقى اسمه تعب فيه. قمة التسهيل اللي عملوها لنا، وبنشكرهم على الخدمات اللي عملوها النهاردة والمقابلة وحسن الضيافة. ادانا معاد هنا وبصراحة قاموا معانا بكافة، يعني بصراحة الخدمات ممتازة جدا، احنا كنا نعمل ده في سنة. والله هم سهلوا لنا بكل حاجة باللجنة الطبية. رحنا إدارة الجامعة، جامعة طنطا، ولقيت كل التسهيلات كلها من العساكر من الجنود بكله بخدام مؤمن جوه بالكشف الطبي عليه، ما حسيتش باي تعب خالص نهائي. انا جاي النهارده اخد المعافاه النهائيه للجيش بالنسبه للتجنيد بتاع ابني. بصراحه القوات المسلحه قايمه بخدمه رائعه جدا جدا معانا وموفره علينا حاجات كتير جدا، حاجه كده مبهره، حاجه فيها ابداع، حاجة فيها فخر واحترام للإنسانية. حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.